السلام عليكم عزيزي المشاهد. اليوم جئنا إلى أحد السواحل، نحاول أن نصور هذا المنظر الجميل. نحاول إذا كنا محظوظين أن نجد وهذا أيضا المصفي لكي يساعدني في تصفية الرمال. لم أشاهدها، هذه كبسولة أو قبر تعود لأحد الظنان. سبحان الله، ذلك الجسر أمامكم هو الذي يربط الدنمارك مع السويد. تلك البقعة التي هناك هي السويد. على فكرة هذا المفتاح معروف لكثير من علب الكوكاكولا أو المشروبات الغازية. إنه قوى نكمل البحث. سبحان الله،
تقريبا شبك المشاهد، انها من فئه 5 كرونة، فئه 5 كرونة لنرى اي سنه. لانها من فئه 5 كرونة من سنه 1990. 5 كرونة من فئة 1990. انظروا إلى التأكسد الذي حصل على القطعة. هذا التأكسد هو التأكسد الطبيعي عندما تكون القطعة مدفونة تحت الأرض، وبسبب المياه المالحة والأمطار المعدن يغلف نفسه بنفسه لكي يحمي نفسه على مدى سنين طويلة. قطعة جميلة من فئة 5 كرونة، جميلة جدا جدا جدا. لكي نتذكر يجب نعمل صورة جميلة. أنا سعيد لأني عثرت على هذه القطعة، وعلى فكرة هي ما زالت القطعة متداولة، لكن هذا التأكسد هو تأكسد طبيعي على مر سنين طويلة. كان كبير. نكون محظوظين إذا وجدنا بعض المجوهرات التي تسقط من خلال الناس عندما يكونون هنا أثناء السباحة. سبحان الله، عثرنا على سكينة. صراحة انها ليش حديثة. احد الاشخاص قد نساها على الرمال اثناء الاكل. كنا نتم البحث
هناك أشياء حديثة ممكن الشخص يجدها، ملعقة، سكينة، شوكة، ينساها الناس أثناء تناولهم إلى الطعام. يأتون في أوقات الظهر للسباحة وبعد ذلك لهذا يكون هذا الناس لا يوجد أحد لاستكشاف المنطقة. نسيت أن أفتح الجهاز. شيء لنرى إن كان إنها رقيقة جدا، إنها من الألمنيوم، هي التي كانت تعطي الإشارة. أنا أظن والله أعلم هذه التي كانت تعطي الإشارة. نعم، لم تكن هنا الإشارة فسوف تكون. هنا يبشر، هنا والله أعلم.
يوجد هذا الشيء الذي ممكن مع الأرض. نجد إن شاء الله السيارة. بدأت الشمس تغيب شيئا فشيئا. No, shit, no. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مسمار طبعا يجب إزالته لأنه مضر إذا كان الأطفال يلعبون هنا، فيجب إزالة الأشياء الحادة. Thank you.
كرونة 20 كرونة سنة 2003 20 كرونة سنة 2003 جميل جدا. سبحان الله سبحان الله سبحان مفتاح هذا مفتاح هذا سيستم مفتاح يعني هذا مفتاح هذا مال بايسيكل اكثر الاشياء مال لوكرات لكن هذا المرقم مفتاح يكون مال مكتب مال اوفيس او ما شابهه لانه مرقم مفتاح. اليوم وجدت مفتاحين واحد لسيارة والاخر الله اعلم. سبحان الله شيء صغير مسمار مسمار وهذا الذي وجدناه سابقا هذا مسمار وهذا مسمار كانت ذبذبة المسمار مسامير مسامير هذه الأشياء التي وجدناها اليوم هذه الأشياء التي وجدناها هي عبارة عن مسامير 20 كرونة 2003 كرونة 1990 ومفتاح ومسامير